في جهاز زي دوت كده، شغال عنده الجهاز ده. الجهاز ده بيكون متوصل، دي البانل اهي، تمام، وده السويتش اهو. باجي على السويتش اهو وبفتح اهو السويتش، اشتغلت البانل. باجي هنا اهو عايز افتح النور، اغطيه او اعليه، يبدأ يعلى النور، يبقى قوي جدا، تمام. ممكن اغطيه اخليه ضعيف زي ما انا عايز، يقعد يضرب لحد ما يبقى منخفض جدا، تمام. باجي هنا اهو، تمام، وباجي هنا اهو. فده انا عايز اعليه على طول او اوقعه على طول، دوسة واحدة يعلي خالص ودوسة واحدة يوطي خالص، او ابدأ ادرج ما بينهم. ممكن احوله من النور الابيض للنور الاصفر اللي هو الوارم وايت، اهو بقى وارم جدا اهو، وبعد كده هيروح اعمله كده هيبقى ابيض سنو وايت، هيبقى ابيض تلجي. بقى ابيض تلجي اهو.